السلام عليكم متابعي الشاق الخياطة والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم واجد لكم فكرة لمشروع رائع وبسيط وسهل بدون آلات الخياطة، ممكن بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الآلات الخياطة، وحتى الناس اللي عندهم الآلات الخياطة ممكن يديروه. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نحتاجوا التوب ديال المسلين، ممكن ديروا أي توب، ديروا بالقطيفة غادي يجي أحسن لأن القطيفة فيها داك اللمعة. غادي تحتاجوا الخيط المطاطي، وغادي تحتاجوا داك الولاعه باش غادي نقاد بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الماكينه ديال الخياطه. هنا كيف ما كتشوفوا خدينا متر ونصف ديال الثوب في العرض ديالو 12 سنتيم، وغادي ناخذ الولاعه غادي نبقاو بحال هكا اولا البريكه، غادي نحرقوا داك الثوب من الجوانب باش ما يتسلش لينا. وبالنسبه للناس اللي عندهم ماكينه الخياطه فانتم غادي تنيو نصف سنتيم فقط وغادي تخيطوها على هذا الشريط كامل، الدوره كامله. وكي قلت لكم بالنسبه للثوب القطيفه فهو ما تحتاجوش الماكينه ديال الخياطه، يعني ما كيتسلش. وكذلك حتى هذا المسلين كتكويوه فقط هكا بالبريكه فما كيبقاش يتسل لكم. غادي نقادو كامل من الجوانب باش هكذا ما يتسلش ليا. ممكن كذلك ديروا الثوب ديال الدونتيل او لا دونتيل، تشريوه يعني بالمتر وتصيبوا بهذا الموديل، هذا غادي يجيكم رائع حتى هو. صافي، من بعد ما غادي نكملو غادي نجيب الخيط المطاطي ديالي. هنا انا استعملت الخيط المطاطي رقيق، انتم ممكن تاخذوا يعني الخيط المطاطي اللي بغيتو، ولكن هذا احسن كيجي خفيف. غادي ندير في الطول ديالو 20 سنتيم، وغادي ندير واحد العقده كيف ما كتشوفوا، مزيرو مزيان باش ما يتفتحش ليا. صافي، وغادي نحيد هاد الزياده هادي. دابا نتبعوا معايا الطريقه مزيان، غادي ناخذ هنا الثوب غادي نحسب 25 سنتيم، غادي نخليها ونطرسيها بالطباشير، وغادي نتني الثوب بحال هكا، غتنيوه من الجوانب بجوج سنتيم هكا، جوج سنتيم غير كتنيوه، وغادي تجيبوا الثوب بهذا الشكل هذا. شوفوا الطريقه باش انا كنخلي داك 25 وكنشد بحال هكا، كندير واحد الدائره وكندخل الثوب، كنخرجو من تحت الخيط المطاطي من هاد الجهه هادي. ودابا غنديرها من نفس الطريقه من الجهه الثانيه، كنحطو بهذا الشكل هذا وكنخرج الخيط المطاطي من عفوا ده هاد الشريط من تحت الخيط المطاطي. يعني كل مره كنديروه في جهه، مره كنديروه على الجهه ديال اليمين ومره كنديروه على الجهه ديال اليسار بهذا الشكل هذا. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه. وضروري هنا البنات تجبدوا الخيط المطاطي، علاش؟ باش منين تجيو تلبسوها تكون كتمدد، يعني كتجبدوا الخيط المطاطي وكتخدموا عليه، ما تخدموش عليه هو يعني هكاك نفس القياس ما مجبدش، بالعكس خصكم تجبدوه باش منين تكونوا غتلبسوها يعني الثوب ما يجيكمش مجموع بزاف وتجيكم ما كتسيريش، يعني باش تلقى المسافه فين غادي تجبد. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقه، راه ساهله. هانتوما كنكملوا الدوره ديال الخيط المطاطي كامل، حتى كتبقى لينا 25 سنتيم في هذا الشريط هذا اللي كنخدموا به بحال الشريط اللي خلينا في الاول. كنحاولوا نتنيو داك جوج سنتيم من الجوانب باش ما تبقاش يبان لينا الحاشيه ديال الثوب. وانا ننصحكم ديروه بالدونتيل بالنسبه للناس اللي ما عندوش الماكينه الخياطه، اولا الثوب ديال القطيفه. الثوب القطيفه يجي الشكل ديالهم رائع، لان القطيفه فيها داك البريون كي قلت لكم كيجي الشكل ديالها زوين، تخدموها بالالوان وتبيعوهم، يعني راه فكره زوينه وحتى الشكل ديالهم كيجي زوين. انا غادي نخلي لكم هنايا شي صوره اولا في اول الفيديو ولا في اخر الفيديو الاشكال ديالهم بالالوان. صافي، هنا من بعد ما كنسالي كندير هاد العقده هادي باش ما يبقاش يبان ليا داك الخيط المطاطي وباش ما تحلش ليا.
صافي كنعاود عقدة واحدة اخرى. صافي غادي نعقدوها مزيان هانتوما كتشوفوا. دابا غادي نجي لهاد الشريط هذا اللي بقاو لينا 25 سنتيم وغادي نحاول نقطعه على شكل مائل هكا من الجوانب يجي الشكل ديالها زويون. وغادي نحاول ندير هذاك البريكه اولا الولاعه باش ما تبقاش يعني كتسل. الا درتو هنا الثوب مسلين هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الموديل ديال اليوم كيفاش كيجي. كيجي رائع وفكره زوينه تصايبوها لبنياتكم اولا تخدموها كي مشروع كما قلت لكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كيتمدد كيجي الشكل ديالها يعني بحال السنسله كيجي الشكل ديالها زويون. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف بزاف في امان الله ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.